انا جازي جبرين نواجع من مواليد سوسي حربي يعني طبعا لثيقه. وبالنسبه للاحداث اللي صارت معي يعني في نرض منعين اليهود عنها. انا عندكم من بج 10 معجات خاتمه ورحت اصرح هناك واجهني للمستوطنين. اجوا مستوطنين اثنين وحاولوا ياخذوا النعجات مني. المستوطن كان يضربني هيك يعني في ديه ويدعدعني عشان ياخذ النعجات مني. تعبت منهم وصرت انتفض وبطلت اقدر اقف. ورحنا على قريه 4 شكينا عليهم وجينا بس ما سووش لنا شيء. راحت القضيه مش شكينا وسووا لي ولا حاجه. ايش في امان الحين بنخاف امان منهم هم كل ما نروح على المحميه وهذا بيجونا بيخلونا شو صار بنا. وقديش بحاولوا يعتدوا علينا يعني بنخاف منهم لان ننام في الليل واحنا خايفين. بنخاف يجي يحرقونا في الليل يجي يقتلوا حدا منا. يعني ما بنصدق ونهار يطلع. ده في الليل مسجلش نطلع برا الخيمه بنخاف يجي حدا برا ولا مستوطنين ولا شيء. يعني احنا هن عايشين في حالة رعب. كل يوم بنعاني من الخوف ومن القلق. في النهار يعني بسجلش اقطع الخط اللي يبقى ناس معي. هي عندنا الاطفال بسجلش يطلعوا يقيمونا نطلع معهم على الحمام. شو بدي ساعد؟ فيش حدا يقف معنا يعني شو بدي اللي يوقف معنا بيجي يوم بدي شو بدي اسوي لنا؟ بيجي يوم بصير احداث بيجوا ناس بس بيجوا في النهار بيروحوا شو بدي مسوي احنا؟ بتمنى انهم ما يضلش عندنا لا مستوطن ولا احتلال هن. لان نكون متريحين اولادنا يكونوا متريحين. واحنا نكون نبني لنا يعني بيوت هنا في ارضنا. نتمنى نصير زي الناس يعني زي يكون زي بلد. احنا بننتقل ايش عيطة. ننتقل عيطة وارضنا هن ياخذوها اليهود وين نروح بعدين؟ مهما صار بنضل نعاني وبننتقل ايش عيط لان فيش لنا مجال احنا اخذوا ارضنا في لصيف واخذوا اراضينا وين مكان يعني ما ضلش الا النت في هذا اللي احنا فيه هذا بخذوها منا بنصفي يعني فيش لنا ارض بالمره بنصير ليجين وين نروح انا بدي يقبلنا فيش حدا بيقبلنا يعني يقول لنا تعالوا اقعدوا في ارضي باي طريقه يعني احنا بدنا نعاني ونضل في ارضنا لو كثرونا لو شو ما صار مش رايحين نطلع يعني مش مهما يسووا بيهدوا الخيمه من هنا من الصباح هناك